بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم، كل عيد استقلال وأنتم بأتم صحة وعافية وألف ألف خير. أصحاب السمو والسعادة، السادة القناصل المعتمدين في دبي والإمارات الشمالية، سعادة السيدة شفا العموش القنصل العام الأردني بالإنابة في دبي والإمارات الشمالية، السادة أعضاء مجلس الأعمال الأردني، السيد رئيس مجلس الأعمال الأردني، الحضور الكريم، اسمحوا لي أنا سالي الأسعد مدير عام الليث ميديا أن أكون مضيفتكم اليوم في الحفل من خلال هذه المناسبة الأغلى على قلوبنا جميعاً، مناسبة عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية بتنظيم من السادة مجلس الأعمال الأردني، وبدوري وباسمكم أشكرهم لتنظيمهم هذا الحفل واهتمامهم بالتفاصيل. الحضور الكريم، من دبي نحتفل اليوم بمناسبة عز وفخار، نحتفل بمناسبة يوم الاستقلال الأردني المجيد 73، تلك الذكرى التي تبعث فينا كأردنيين مشاعر الفخر بمسيرته الباهرة منذ حصوله على الاستقلال حتى الآن، عبر العديد من الإنجازات الوطنية التي حققها ملوك بني هاشم، وبعزيمة شعب تحدى المستحيل لجعل الأردن في مقدمة الدول العربية والعالمية المشهود لها بالتطور الحضاري والازدهار والتقدم على كافة المجالات، ما عزز من مكانتها عربياً ودولياً وإقليمياً. ومن هنا من دبي، من دار الحي، نتقدم باسمنا جميعاً بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وللأردنيين جميعاً وللجالية الأردنية في دبي والإمارات الشمالية، متمنين للجميع دوام الصحة وموفور العافية، ولمملكتنا الحبيبة دوام التقدم والرفعة والأمن والسلام، للأردن وللإمارات الحبيبة بلدنا الثاني. وما تنظيم مجلس الأعمال الأردني بقيادة سعادة الأخ العزيز إحسان القطاونة وكافة أعضاء المجلس الكرام إلا دلالة على عشق كل أردني مغترب لوطنه وحرصه على الاحتفال بالاستقلال في دولة لم تشعرنا يوماً بالغربة، بل أننا بالفعل نشعر دوماً بأننا في بلدنا الثاني، فتحية عشق أردنية، والله يا دار زايد محلاها. والآن أدعوكم جميعاً لمتابعة فيلم وثائقي قصير من إنتاج مجلس الأعمال الأردني بالتعاون مع الليث ميديا، يلخص تاريخ الأردن وإنجازاته وتطوراته على مدى 7 عقود. نتابع معاً. إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة، وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه. بعزيمة وثقة كبيرين وبمزيد من الفخر والاعتزاز وأمل واعد بمستقبل أفضل، يحتفل الأردنيون في 25 من أيار من كل عام بالذكرى الأغلى على قلوبهم، ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. هذا اليوم الوطني الأغر الذي نستذكر فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسخت مكانته. واليوم ينظر الأردنيون والأردنيات لدولتهم
في العيد 73 لاستقلال المملكة بكل فخر واعتزاز لما تحقق من منجزات أعلت شأنه ورسخت مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية بقيادة راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده إلى مستقبل طموح. على مدى 7 عقود استند الأردن إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائه. كما أرسل المغفور له الملك المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها المغفور له الملك طلال بن عبد الله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها بني الأردن الحديث جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. وحظي الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني منذ أن تبوأ سدة الحكم بتقدير الأوساط السياسية العربية والدولية. On behalf of the trustees of the John Templeton Foundation and the judges of the Templeton Prize, I present you with the Tree of Life Medal and I congratulate you on being recognized as the 2018 Templeton Prize laureate. Congratulations. لما لجلالته من إسهامات بارزة في دعم التعاون العربي للوصول إلى استراتيجية تكفل للأمة العربية التعاون والتضامن وبلوغ الأهداف القومية. وكان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق وزيادة حجم الاستثمار وتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان. ووفق التوجيهات الملكية تم إعداد رؤية الأردن 2025 لترسم طريقاً للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. وبفضل الأداء المميز للقطاع السياحي وبفضل توالي الارتفاعات في مؤشرات أداء القطاع السياحي المسجلة، شهد العام 2018 نمو الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار. واليوم وحيث يحتفل سفراء الأردن فوق العادة الجالية الأردنية في دبي والإمارات الشمالية عبر مجلس الأعمال الأردني في دبي بيوم الاستقلال المجيد، نستذكر تفرد وتميز العلاقات الأردنية الإماراتية على مستوى التنسيق والتكامل في المواقف تجاه القضايا المختلفة، ما يتجسد في مواقفهما بالمحافل الإقليمية والدولية. تطور مطارد يميز العلاقات الأخوية بين البلدين منذ العام 71 عندما رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وبادرت بتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة معها. أول لقاء كان لي مع الشيخ زايد بعد وفاة الوالد رحمة الله عليهم جميعا. قال لي الشيخ زايد أنت مثل واحد من أولادي، وبالفعل وقف إلى جانبي و إلى جانب الأردن في أصعب الظروف وبكل الشهامة والأصالة والوفاء التي يشهد له بها كل من عرف الشيخ زايد أو تعامل معه. وسياسيا تتوافق الرؤى بين الإمارات والأردن في كافة القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وهو ما يتضح في الأداء الدبلوماسي والسياسي بالمحافل العالمية. وترتبط الدولتان أيضا بعلاقات عسكرية رفيعة المستوى ترتكز على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات
والكفاءات العسكرية والأمنية. اقتصادياً، يعتبر الأردن شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2016 مليار و800 مليون دولار. كما تصل قيمة استثمارات الإمارات في الأردن نحو 15 مليار دولار، وذلك في مجالات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في الإمارات نحو 1.5 مليار دولار، وتتركز معظمها في مجال العقارات. مؤخراً أطلق الأردن والإمارات مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجال تحديث الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام. وتتوج الزيارات المتبادلة بين القيادتين هذه العلاقات المتميزة بين الأردن والإمارات في تأكيد على حالة الدعم والتنسيق المستمر بين الجانبين، التي تجسد نموذجاً للتعاون والعمل العربي المشترك. فتحية حب وفخار من قلب كل أردني عاشق لتراب الوطن، لوطن يعيش فينا مهما بعدت بيننا المسافات والأزمان. بالتأكيد حجم النجاح الأردني والتطور الذي شهدته الأردن خلال العقود السبعة الماضية أكبر بكثير مما حمله هذا الفيديو الوثائقي القصير، ولكن اخترنا أبرز الإنجازات التي شهدها الأردن على مدار العقود الماضية. وطبعا يمكن هتلاحظوا هلأ الفرق بين الصوت اللايف والصوت اللي كان بالفيديو. اسمحوا لي الآن أدعو سعادة السيدة شفا العموش، القنصل العام بالإنابة للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية، الوجه المشرف للدبلوماسية الأردنية، والسيدة التي نفخر فيها جميعاً كسيدات أردنيات وعرب، لتتفضل بإلقاء كلمتها في هذه المناسبة. تفضلي ست شفا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين محمد وصحبه والأنبياء والمرسلين، أصحاب المعالي والسعادة السفراء والقناصل العامين، سعادة السيد إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية، السادة أعضاء المجلس الكرام، الأخوات والأخوة أبناء الجالية الأردنية الأعزاء والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أتقدم إليكم جميعاً بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، راجية من الله عز وجل أن يتقبل طاعاتكم وأن يحفظكم ويمن عليكم وعلى أمتينا العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. الحضور الكريم، يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على مشاركتنا أفراحنا بغرة أعيادنا بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 73، هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي أرست لدولة شامخة راسخة البنيان بفضل العزيمة والإرادة الثاقبة لقيادتنا الهاشمية المظفرة وتلاحم وتكاتف أبناء شعبنا وأسرتنا الأردنية الواحدة. في ذكرى الاستقلال المجيد نستذكر الصفحات المشرقة والمضيئة في مسيرة المملكة الأردنية الهاشمية والمراحل التاريخية التي مرت بها وما حققه بناة الوطن من صور رائعة في البذل والعطاء والعزيمة والإصرار في بناء وطن
آمن مستقر حضاري متطور على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، مما عزز ورسخ دعائم الاستقلال وحقق مشروعاً نهضوياً أردنياً متميزاً. الضيوف الكرام، في كل عام يتجدد عهد الاستقلال بعيده، وتتجدد بيعتنا لأرض ونظام ولأمجاد قادة وشعب وجيش كان زنادهم والبارود في وجه كل معتد أثيم، والورد والملقى الكريم لكل من قذفته عاتيات الزمن المر غريباً أو مستجيراً. في كل عام نحتفل بمسيرة عز وفخر للأردنيين كافة، مسيرة وطن عمر بالصبر والتضحيات والشهادة وبالذود عن حمى الوطن وعن أمتين العربية والإسلامية، وطن لم يألو أبناؤه الأوفياء جهداً لحماية استقلالهم وبناء وطنهم ورفع رايته خفاقة في جميع الميادين حتى أضحى علامة فارقة ليس في إقليمه فقط وإنما في العالم أجمع. إن احتفالنا كل عام بذكرى استقلال المملكة هو تجديد للعهد، نسطر فيه تاريخاً جديداً حافلاً بالإنجاز، ننظر فيه إلى مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني من حسين المعظم بفخر واعتزاز، ونقتدي بخطاه وسداد رأيه لرفعة وطننا الغالي. السادة أصحاب السعادة، السادة الحضور، إننا وإذ نفخر بموقع مملكتنا بين الأمم، فإننا نقف خلف ملكنا المفدى صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وريث الآباء والأجداد في رعاية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مهد المسيح عليه السلام وموئل الديانات السماوية، والتي يفخر الأردنيون بحمل مليكهم لها نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية. كيف لا وهي القدس، شغاف قلوبنا تهتف باسمها نبضاً ووجداناً وضميراً، ودونها الأرواح والمهج. فكم من أمجاد سطرها جيشنا العربي يوم نزف دم البواسل على تلالها وروى ترابها في اللطرون وباب الواد وغيرها من معارك الشرف والعزة والإباء. السيدات والسادة، في هذه المناسبة الوطنية الغالية وعلى أرض الإمارات الغالية، تفيض قلوبنا بمشاعر الفخر والاعتزاز للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما يربطهما من أواصر قوية وتفاهم وتعاون مشترك على كافة المستويات، وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين في كافة المجالات سيما الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وما تم تحقيقه من إنجازات عبر العقود الماضية، حيث باتت الإمارات شريكاً رئيساً واستراتيجياً للأردن في تلك المجالات. ونستذكر هنا وبكل إجلال المسيرة الخالدة لجلالة الملك الحسين بن طلال وأخيه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراهما، ويسير على نهجهما بأسمى معاني الأخوة مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني من حسين المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظهم الله جميعاً، حتى أصبحت العلاقات بين البلدين والشعبين مثالاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه علاقات الأخوة بين الأشقاء. الضيوف الكرام، الأخوات والأخوة، نشامة ونشميات الأردن الغالي، اسمحوا لي أن أتوجه باسمكم جميعاً بالشكر والتقدير والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على رعايتها الكريمة واحتضانها لأبناء الجالية الأردنية الذين يقيمون في هذا البلد العربي الأصيل، وعلى ما يحظون به من رعاية وتسهيلات. وأنا على ثقة تامة بأنهم خير سفراء لمليكهم ولوطنهم، وأنهم يبادلون هذا البلد الطيب وأهله الأخيار
الحب والوفاء ويحرصون على خدمته حرصهم على خدمة وطنهم الأردن. في نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أتقدم بشكر مجدداً لمجلس الأعمال الأردني في دبي ممثلاً بسعادة السيد إحسان القطاونة رئيس المجلس وكافة أعضاء المجلس الكرام على تنظيم هذا الحفل المتميز، متمنية التوفيق والنجاح للمجلس في جهوده لرفع راية الأردن خفاقة وفي سعيه الدؤوب لتوثيق أواصر التعاون والتواصل والمحبة والتشارك بين البلدين والشعبين الشقيقين. ختاماً أسأل الله العلي القدير أن يزيد الأردن منعة وقوة وصموداً وتقدماً، وأن يحفظه قوياً عزيزاً منيعاً تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله وأعز ملكه. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية ست شفاء. والآن يسعدني أن أدعو سعادة السيد إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني لإلقاء كلمته في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. السيدات والسادة، أسعد الله مساءكم باليمن والسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل. سعادة القنصل العام بالإنابة سيدة شفا العموش، القنصل العام للمملكة الهاشمية بالإنابة سيدة شفا العموش، سعادة السيد ديابة رشيدي القنصل العام لدولة الكويت عميد السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في دبي، أصحاب السعادة القناصل العامين للدول الشقيقة والصديقة، السيدات والسادة الضيوف، الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الأعمال الأردني في دبي. ليس أجمل من أن يأتي عيد الاستقلال ووطننا في هذه الأيام المباركة بما تحمله نفحات تجعلنا نتحدث بقلوب مفعمة بالمحبة والصدق والأمانة والانتماء لأوطاننا، وكل العرب أوطاني. تأتي ذكرى استقلال 73 لاستقلال المملكة، تأتي الذكرى 73 لاستقلال المملكة الهاشمية وسط ظروف وتحديات صعبة نعيشها جميعا كعرب من المحيط إلى الخليج. بلدان اعتراها العنف والقتل، وأخرى تحملت أعباء كثيرة، ومنها بلدنا العزيز الأردن الذي دفع فاتورة كبيرة ليتحول ملاذا للباحثين عن الأمن والسلم، وقاسم بلدي بالقليل مما لديه مع إخوانه الذين استجاروا به يدا على السلاح تحمي الحدود المنفلتة، وأخرى حانية على طلب اللجوء والإغاثة. واقع فرض واقعا اقتصاديا صعبا انعكس على مواطنين الذين تحملوا وما زالوا يتحملون تقاسم بنيتهم ومواردهم، الأمر الذي خلق اقتصاداً متعباً بما يحمله من تداعيات على مستوى المعيشة المتراجع. ومع هذا يبقى الأردن صامداً شامخاً تتوجه روايات العز والفخار في ظل قيادة واعية تدعو إلى السلام والأمن والحلول السلمية للأحداث في المنطقة وغيرها والمشاكل أينما وجدت، وخاصة القضية المركزية قضية فلسطين، قضية العرب الأولى هي جوهر الصراع وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ولا أبالغ إذا قلت أن التحديات القادمة أكثر خطورة وتحتاج منا استلهام روح الاستقلال الذي نحتفل به اليوم، لنؤكد على ضرورة الالتفاف جميعاً حول قيادتنا الهاشمية كما فعلنا دائماً لنتجاوزها. لذلك علينا أن نكون بحجم هذه التحديات لحماية استقلالنا واستمرار المطالبة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، حيث أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة إنه يرفض المساس بالقدس والمقدسات وبالقضية الفلسطينية التي هي قضيتنا الأولى
ونحن الأقرب لفلسطين وشعبها. مناسبة الاستقلال ليست ذكرى نحتفل بها، وإنما ننطلق منها للمراجعة والوقوف مع الوطن ضد كل من يحاول النيل منه، وهي أيضاً مناسبة لتعداد ما تم إنجازه وما هو مطلوب وتصحيح المسار. وهنا الفرصة متاحة للمطالبة بالعمل أكثر لجعل الأردن بلداً آمناً مستقراً جاذباً للاستثمار والاقتصاد، وإعادة النظر ببعض التشريعات والقوانين التي تدعم وتشجع دخول الاستثمارات للعمل أكثر على إجراءات تطمئن أصحاب المال والأعمال للعمل في مملكتنا الحبيبة. منها مكافحة الفساد، وهي الخطوة التي شهدت مؤخراً خطوات إيجابية في هذا المجال، لكن المطلوب أكثر لتشجيع الاستثمار والتسهيل عليه. الأمر الذي يعني خلق وظائف جديدة تقلل من نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد. وهنا لابد من الإشادة وبهذه المناسبة العزيزة بالعلاقات المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي أرسى دعائمها المغفور لهما جلالة الملك حسين بن طلال وصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على نهجهما جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي، وأخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات. جميعهم كانوا حريصين على تطوير العلاقات بين البلدين، ولا ننسى وقوف دولة الإمارات الدائم للأردن في أصعب الظروف والأوقات، فتحية محبة للإمارات شيوخاً وحكومة وشعباً. وفي هذه المناسبة العزيزة يسعدني باسمي شخصياً وباسم أعضاء مجلس العمال الأردني وأبناء الجالية الأردنية رفع أسمى آيات التهاني والولاء والانتماء لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ونؤكد على تأييدنا ودعمنا المطلق والوقوف خلف قيادته الرشيدة ومواقفه الصلبة للحفاظ على المقدسات في المدينة المقدسة، المقدسات الإسلامية والمسيحية، والدفاع عن قضية فلسطين، الأمر الذي يتوجب توحيده القوى العربية وفق المتغيرات الحديثة للإسهام مع الأردن لمساندة الأهل والأخوة الفلسطينيين ضمن أقصى الطاقات والإمكانات لاستعادة حقوقهم الكاملة على ترابهم الوطني. إنها ملحمة تاريخية أردنية بقيادة الهاشميين للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات، والتي واصل جلالة الملك عبد الله هذه المسيرة لخدمة القضية العربية الأولى وإقامة الدولة المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف. ودام عز الأردن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للسيد إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني، ودائماً للشعر والكلمة النابعة من القلب مكان في احتفالاتنا الأردنية. ولا يكتمل حفلنا هذا دون أن يكون للشعر والهمسة الصادقة دوراً، فاسمحوا لنا أن ندعو الأستاذ الأديب والكاتب عمر أبو سالم الذي يعرفه الوسط الأدبي بتميل شعره بخيلاء ما بين الرثاء والأمل في تضاد مثير ومحبب، حتى يمكننا القول أن هناك بحة جميلة في الصوت وغنائية شفافة في القول الشعري تجعل المرأة يعيش مع القصيدة كما لو أنه الشخص السارد لها. ندعو إلى المسرح الأستاذ عمر أبو سالم لإلقاء قصيدته في هذه المناسبة. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير، والأردن بخير وأنتم بخير، ونهنئ أنفسنا ونهنئ كل محب للأردن بعيد استقلاله. هو الأردن
هو الأردن منبع كل طيب، هو الأردن منبع كل طيب، وعون للقريب وللغريب، وعنوان الندى في كل ساح، وبلسم كل ذي جرح صبيب. شقائقه تنام على وساد، وتفترش الشمال مع الجنوب، روابيه مع النسمات تشدو بألحان على ثغر الغروب، ويحضنها الندى في كل صبح فتزهو مثلما الثوب القشيب. يصون ثراه أهل العزم طرا بما هم فيه من صافي القلوب، يلبي إن دعا الداعي وعودا وتلقاه بساحات الحروب. يذود عن الحمى شرقا وغربا، وديدنه مقارعة الخطوب. بهمة فارس يبني ويمضي، ويدفع كل جبار غصوب، وبيرقه إلى العلياء يسمو، وبيرقه إلى العلياء يسمو، وعيناه المنارة في الدروب. مدى الأيام كم أعطى وفاء لأجل القدس والوطن السليبي، بباب الوادي واللطرون ضحى بنوه بالدم الغالي السكيب، وسطر في ذرى التاريخ مجدا بعزم لا يلين مع الكروب، ليبقى موطنا حرا عزيزا وشمسا لا تميل إلى المغيب. هو الأردن منبع كل طيب، وعون للقريب وللغريب. شكرا. صح لسانك الشاعر عمر أبو سالم. وطبعا مش ممكن الأمسية تكتمل بدون ما نسمع صوت نسائي جميل، وأدعو الآن إلى المنصة الشاعرة الرقيقة همسة يونس، ابنة حيفا، عاشقة الصحراء وعاشقة الأردن، التي أحبت أن تكون معنا في هذه المناسبة السعيدة. وإلى أن تصل الست همسة، بحب أقول لكم أنه لها مجموعة شعرية بعنوان أنثى ونصف حلم، وكتاب خاص تحت عنوان قرصة حب، رسائل أم وسنة أولى ماما. وبكل حب أدعو الشاعرة همسة يونس لنستمع إلى ما أعدته لنا اليوم. أهلا وسهلا. مساءكم شعر، مساءكم سعادة، ومساءكم شموخ. شكرا سعادة أستاذ إحسان القطاونة على الدعوة الكريمة. اليوم أقف على هذه المنصة فلسطينية الدم، إماراتية القلب، أردنية الروح، فشكرا على تشريفي بالمشاركة في هذه المناسبة العظيمة. أقول جيتكم والقلب عاشق لأردن الخير الحصين، جيتكم تخجل حروفي وينحني كل الكلام، جيت أهني واتهاني كلها شوق وحنين، من فلسطين الأبية ومن إمارات السلام. الشعر يرسم قصايد كلها حق ويقين، إن وقف قدام عزك يا أردني يا ابن الكرام. الشعر يرسم قصايد كلها حق ويقين، إن وقف قدام عزك يا أردني يا ابن الكرام. مجد وتاريخ وحضارة ثابتة بمر السنين، شامخ في الكون ذكرك غالي وعالي المقام.
سيدي سيدي بحسين جيتك عاشقة عاشقة واحلف يمين افدي روحك وافدي ارضك لو وسط موتٍ زؤام سيدي بحسين جيتك عاشقة عاشقة واحلف يمين افدي روحك وافدي ارضك لو وسط موتٍ زؤام الهواشم الهواشم تفتخر بك يا ملكنا وتستعين وانت عون بعون الله من لجألك ما يضام الهواشم تفتخر بك يا ملكنا وتستعين وانت عون بعون الله ومن لجألك لا يضام كفك كفك الخضرة تعلي بهالوطن صرح ثمين من علوم ومن ثقافة نورها يمحي الظلام شعبك النشمي صقور في الشدايد ما تلين ان رفع سيفه تجلى وحول العادي الحطام شعبك النشمي صقور في الشدايد ما تلين ان رفع سيفه تجلى وحول العادي الحطام انتو اهلي وانتو ناسي يا النشام الطيبين يردن الحب اصطفيتك للابد عشقوها يام يردن الحب اصطفيتك للابد أشكو هيام شكرا بالطبع لم يكن لحفلنا هذا أن يكتمل دون الدعم الكبير الذي قدمه الرعاة رعاة حفلنا هذا اللي دائما بيكونوا سباقين لدعم أي مناسبة أردنية ينظمها مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية أدعو سعادة السيد إحسان القطاونة وسعادة السيدة شفا العموش حتى تتفضلوا لتكريم الرعاة تفضلوا سنبدأ التكريم بالسادة البنك العربي ممثلاً بالسيد فراس درويش المدير الإقليمي للبنك العربي في الإمارات أهلا وسهلا والآن نكرم السادة شركة اللؤلؤة للصناعات ويمثلها المهندس أحمد حسين هنداوي الرئيس التنفيذي والآن السادة مكتب المهندس عدنان سفريني للإنشاءات الهندسية ممثلاً بسعادة المهندس بلال عدنان السفريني أهلا وسهلا فيك ما شاء الله رياضي رياضي اسم الله يعطيك العافية السادة مجموعة الكالوتي العالمية ممثلة بالسيد أسامة منير الكالوتي
مجموعة الكالوتي العالمية. والآن ندعو السادة United Engineering Construction ممثلة بالسيد المهندس عبد الحليم موحد شركة يونيك. موجود؟ مش موجود؟ مش موجود؟ خلاص تبعتوا لي اياها دليفري. والآن نكرم السيد بهاء النحوي. اللي بعديه طبعا لا يفوتنا أن نشكر الفريق الفني العامل بشركة الليث الإنتاج التلفزيوني بقيادة سعادة الزميل الكابتن لطفي الزعبي وكافة أفراد الفنيين اللي رح يترجموا لقائنا هذا لصورة فنية عبر فيلم قصير إن شاء الله قريبا بتشوفوه على الويب سايت الخاص بمجلس العمل الأردني. ندعو السادة المكرمين جميعا لصورة جماعية على المنصة. تفضلوا جميعا إذا تكرمتوا. البنك العربي، شركة اللؤلؤة، مكتب المهندس عدنان السفريني، مجموعة الكالوتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية جميعا وكل عام وأنتم بخير. الآن طبعا حبيبتي أهلا وسهلا، رح يكون مسك ختام الحفل معنا قيثارة الأردن الفنانة الجميلة صديقتي وأختي اللي بنفتخر فيها جميعا، الفنانة زين عوض التي أبدعت بتقديم العديد من الأغنيات الوطنية المميزة جدا، وحلقت باسم الأردن عالياً حيث غنت فقرة غنائية من التراث الأردني ضمن احتفالية عالمية أقيمت في واشنطن في 2018 تم فيها تكريم جلالة الملك عبد الله الثاني بجائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام 2018. تفضلي زين. يا بلادي 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 يا بلادي. سلام الله عليك يا بلادي من الألف للنون، صباح الخير صباحك نادي عطره يملى الكون. سلام الله عليك يا بلادي من الألف للنون، صباح الخير صباحك نادي عطره يملى الكون. صباحك يا وطن نسمات هوا يحضن الفيات عمد البصر جنات صباح الخير. تمر نسمة نسمة تروح هواها يرد الروح نسايمها هي اللي فوق صباح الخير. وين يا بلدنا وين؟ وين ريقة مثلك وين؟ بين الجفن والعين يا أردن. سلام الله عليك يا
بلادي عالجبل والوادي باسمك يا وطننا النادي أردن أحلى بلاد من نورك غزلنا شموس بصيتك رفعنا الروس وفوق الصعاب ندوس لأنك غير صباح الحب صباح الشوق وما يحرمنا أهل شروق عالمنا بسمانا فوق صباح الخير وين يا بلدنا وين وين نلقى مثلك وين بين الجفن والعين يا أردننا أردننا حتى تموت والله نحب تموت نادينا بعلى صوت يا أردننا نتغزل بالقصايد بأجمل العبارات من الشمس خدت الوهج جنة هي الإمارات هي الإمارات نتغسل بالقصايد أجمل العبارات من الشمس خدت الوهج جنة هي الإمارات الله على العادي أفديك يا بلادي الله على العادي أفديك يا بلادي أرضك ذهب والثرى لولو كان نجمات أرضك ذهب والثرى لولو كان نجمات نتغسل إمارات إنها عزيمة إمارات جندك أصيل يتغنى بالطيب والهامات يلمع يهز أصيل يتغنى بالطيب والهامات يلمع يهز السماء ويعلي الرايات يغزل شموس من وفاء شهامة وطيبة مزينة يغزل شموس من وفاء شهامة وطيبة مزينة الله على العادي أفديك يا بلادي الله على العادي أفديك يا بلادي أرضك ذهب والثرى لولو كان نجمات أرضك ذهب والثرى لولو كان نجمات نتغسل إمارات إنها عزيمة إمارات حبة تجمع الحضارات ندعي لهذا الحما تحفظ الآيات أرضك حضن للمحبة تجمع الحضارات ندعي لهذا الحما تحفظ الآيات تغزل شموس من وفاء شهامة وطيبة مزينة تغزل شموس من وفاء شهامة وطيبة مزينة الله أفديك يا بلادي الله على العادي
همه عزيمة إمارة نتغسل إمارة همه عزيمة إمارة نتغسل إمارة همه عزيمة إمارة نتغسل إمارة. دقوا الطبول دقوها زيدوا النيران ورقصات السيف رقصوها حيوا الشجعان. الليلة عيد الليلة على الزغريد الليلة عيد الليلة على الزغريد حيوا النشامة أهل الشهامة حيوا شكرا شكرا. كل عام وأردننا بألف خير. شكرا سالي. شكرا أستاذ لطفي. طبعا هذه مناسبة كتير عزيزة عقلوبنا خصوصا في بلدنا الثاني الإمارات الحبيب اللي فعلا ما منشعر فيه بغربة. شكرا كتير. Thank you. طبعا نكرر ترحيبنا بالجميع وشكرا كتير لزين. ويسعدنا أن تتفضلوا على العشاء دعوة خاصة من مجلس العمل مجلس الأعمال الأردني. تفضلوا على العشاء البوفيه مفتوح. أهلا وسهلا في الجميع. وبعد استراحة قصيرة مع العشاء هيكون لنا كمان موعد مع الشاعر بسام العتوم نسمع منه قصيدة بهذه المناسبة. وبهيك بنتهي مشواري معكم اليوم. بتمنى تكونوا انبسطتوا بالحفل. شكرا جزيلا لحضوركم جميعا وتفضلوا على العشاء مرة ثانية.